مش بس كلام. نبدأ بأولى فقراتنا لليوم واللي عودناكم عليها واللي هي موبي ستور. طبعا موبي ستور اللي حنقدم لكم فيها آخر إصدارات الهواتف المحمولة وهم مميزاته. في كل حلقة من برنامج نيوتك حندرس لكم على نوع معين من الموبايلات من عدة شركات مصدرة الهواتف المحمولة. واليوم أكيد اخترنا لكم شركة سامسونج واللي أكيد نعرفها شركة سامسونج طاغية أو إن هي محتلة السوق اللي بكلها. طبعا في موديلات هلبة والعديد من الموديلات اللي هي نزلت طول فترة هذه وكلهم إحنا نقولوا نفس الخامة أو نفس إحنا نقوله نفس الطباعة أو نفس المواصفات أو نفس المعالج أو نفس البروسيسور والكاميرات وغيره من ذلك. لكن اليوم جايبين لكم هاتف G6 Pro 2018 على قداش من التليفون. إنه هو نبدأ لكم بسعره. سعره يبدأ من 950 ل 1100، طبعا مع زيادة سعر الدولار زي ما نعرفه إحنا تو قريب ده بسبعة جنيه، يعني حيوصل ل 1200، يعني 1200. لكن الهاتف يتمتع بالعديد من المزايا. اول حاجة الرام 3 جيجا والذاكرة 32 جيجا، وفي منها 64 جيجا والذاكرة متاعتها 64 جيجا والرام متاعها 4 جيجا. طبعا 32 بتباكوا تتلخبطوا في المعلومة هذه، بس امتى تبي تشري تليفون جي 6 برو ان هو بتلقى متر تسلة بيقولك 32، يعني انك انت بتلقى الرام متاعها 3 جيجا، وامتى تاخذ 64 بتلقى الرام متاعها 4 جيجا. طبعا التليفون فيه العديد من المميزات والعديد، يعني تليفون احنا نقوله في 2018 ان هو نصنع ماليش هلبة، يعني حتى في تاريخ الاصدار متاعه ان هو متخشف اسواق الليبية. خنكون واقع معكم ان هو مسح كل التليفونات، يعني حتى متوصلوا للسوق لوصلتهم الجي 6 برو معش قعد فيهم ولا تليفون، لان اول شيء التليفون الذاكرة متاعته زي ما قلت لكم اكيد، والتاني شيء الكاميرا متاعته الامامية 8 ميجا بكسل والخلفية 13 ميجا بكسل، ويتمتع ايضا بخاصية البصمة اللي تجي خلف الكاميرا. التليفون سيمبل، يعني نقدر نقول لكم ان هو من الالومنيوم الخلفي، الشاشه طبعا وضوح، ان هو متعدد اللمس، يعني حتى انك انت تنزل لعبه وتنزل اي موضوع استطاعتك انك انت تتبع يعني تلعب به والتليفون ما يستكاش عندك. وفصله خاصيه حتى هو الشحن السريع، وطبعا البصمه بتاعتها ان هي تجي من الخلف تحت الكاميرا، والذاكره متاعها غير قابله بش الذاكره سامحوني عفوا البطاريه متاعتها غير قابله ان هي تنزل، وقوتها 3000 امبير. هذا كان في موبي ستور اللي هو هاتف متاعنا جي 6 برو. وطبعا في منه قريب اربع عنوان، اللي هو عندك الاكحل وعندك الذهبي وعندك الروزي وعندك الرصاصي، يعتبر من احسن التليفونات اللي نزلت تو في الاسواق الليبيه واللي هي جي 6 برو.